هبط أوقاتكم، بداية النشرة مع العناوين. الراعي للسياسيين، حولتم عرس لبنان وشعبه إلى مأتم كبير. جمعيات المصارف تنفي فكها الإضراب بدءا من الغد. النقابات تجتمع غدا لحسم موقفها من التصعيد، فهل تدخل البلاد في حال من الشلل؟ الثانية والربع بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى هذه النشرة التي تنشر لاحقا مع سائر أخبارنا عبر الموقع otv.com.lb وقناة OTV على يوتيوب وعبر حساباتنا على تويتر، فيسبوك، إنستغرام وتيك توك. أعرب البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي خلال ترأسه القداس السنوي لرابطة كاريتاس لبنان عن الألم العميق لاستشهاد 3 جنود من الجيش اللبناني خلال قيامهم بواجبهم الوطني، ودعا السياسيين إلى رفع أيديهم عن لبنان. سأل متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودي السياسيين خلال ترأسه القداس الإلهي في كاتدرائية القديس جاورجيوس: ألا تخجلون من عنادكم ومن تشبثكم بمواقفكم وتقديم مصالحكم ومصالح من ترتبطون بهم على مصلحة بلدكم وشعبكم؟ كيف تعيشون مع ثقل الآثام التي ترتكبونها بحق وطنكم؟ ألا يحرك الوضع الذي أوصلتم البلد إليه ضمائركم؟ وهل القائد قائد لجماعتكم أم على مستوى الوطن؟ وهل المسؤول مسؤول عن طائفته أم عن الوطن؟ متى نسترد دولتنا من براثن الأنانيين وأصحاب المصالح وأرباب الاستبداد؟ ألم يحن وقت لجم الشهوات المتسلطة على النفوس ولجم الدولار الجامح ولجم الخلافات التافهة أمام انهيار دولة ومجتمع؟ هل يبني العناد وطنا؟ وهل الرئيس الواجب انتخابه رئيس لفئة أم أنه رئيس للجمهورية يخص جميع اللبنانيين؟ ومن واجب جميع النواب التحرك سريعا من أجل تسهيل انتخابه وبدء مسيرة الإصلاح والإنقاذ؟ وشدد على أن دينونة المسؤولين عظيمة، لأن الشعب جاع فلم يطعموه ولم يكسوا عريه ولم يؤمنوا له الدواء، وما زالوا يمعنون في التنكيل به. وأضاف: أنتم أمام فرصة للتكفير عن خطاياكم تجاه شعبكم، فانكبوا على العمل وانتخبوا رئيسا يقود السفينة إلى ميناء النجاة، وسهلوا تأليف حكومة أصيلة تستطيع إدارة مؤسسات الدولة وإخراجها من أزماتها. إذن نعود للاستماع إلى ما قاله البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي خلال عظة هذا اليوم. وكم كنا نود مع الشعب اللبناني أن نعيش فرحة عرس العيش معا في وطن لبناني يؤمن فيه المسؤولون السياسيون ولا سيما النواب طيب الحياة للجميع بانتخاب رئيس للجمهورية لكي تعود الحياة الدستورية المنتظمة بمجلس نواب يستعيد هيئته التشريعية وبحكومة شرعية كاملة الصلاحيات كسلطة إجرائية. فيا أيها المسؤولون السياسيون والنواب والنافذون والمعطلون بوجه أو بآخر، ما حد يقول أنا مش منهم، لقد حولتم عرس لبنان وشعبه وجمال طبيعته وغنى موارده إلى مأتم كبير، ووشحتموه برداء أسود من الفقر والجوع والحرمان والتهجير، تهجرونه من وطنه وتفتحون أبوابه لمليونين وثلاثمائة ألف نازح سوري، ما بدأ يفوق نصف الشعب اللبناني ويهدد لبنان والكيان. ترفضون أي نصيحة من الدول الصديقة والحريصة على استقرار لبنان واستعادة قواه، ترفضون كل دعوة ملحة لانتخاب رئيس للجمهورية، فتدعون ذلك تدخلا
ومسا بكرامتكم. إنهم يريدون حماية لبنان منكم، من كل عدو له يأتيه من الداخل. يريدون انتشال الشعب من براثن أنانيتكم وكبريائكم ومشاريعكم الهدامة. فلا لبنان خاصتكم بل خاصة شعبه، ولا الشعب غنيمة بين أيديكم. في مستجدات أزمة القطاع الصحي والاستشفائي، إعلان نقيب الصيادلة جو سلوم أن لا خيار إلا بالإضراب المفتوح والتحرك الشامل إلى حين انتخاب رئيس للبلاد وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية والشروع بخطوات إنقاذية إصلاحية. هذا القرار مرتقب إعلانه غدا من الاتحاد العمالي العام، فهل يعني الإقفال التام والشامل؟ بالنسبة لنا اليوم حالة اللامبالاة اللي عم نعيشها من المسؤولين، وحالة الانهيار الشامل لكل القطاعات وبمقدمة القطاع الصحي، ما فينا نقبلها بتحركات جزئية ولفترات قليلة. يعني بالتالي البكتيريا أو الجرثومة إذا ما نحن أعطيناها الانتبيوتكس المضاد الحيوي بالكمية اللازمة وبالوقت اللازم رح تقوى ويستفحل المرض. بالتالي الحالة المرضية اللي نحن عم نعيشها من الانهيار الشامل والحالة المزرية للمواطنين وعدم قدرتهم على شراء الدواء أو الدخول إلى المستشفى، هي بتتطلب منا اليوم ناخد خطوات أساسية وجريئة. وبالتالي بكرة نحن بالاجتماع اللي راح ينعقد بالاتحاد العمالي العام، نحن رايحين إلى إضراب مفتوح وشامل، أقله هيدا الدفع اللي نحن رح ندفع باتجاهه كنقابة صيادلة وكنقابة المستشفيات. ولن نشارك، برجع بقول ولن نشارك بأي تحرك أو أي إضراب جزئي، لأنه بالنسبة لنا ما رح يكون له النتيجة المرجو منه. بالتالي نحن هدفنا اليوم يكون في تحرك شامل ويكون في أقل نتائج معينة نحن منا إياها، يعني رئيس جمهورية، حكومة إنقاذ، والبدء فورا بالإنقاذ. في حال بكرة صار في إقرار باجتماع اللي رح ينعقد بالاتحاد العمالي العام، واللي هو تكملة للاجتماع اللي دعينا له كنقابة صيادلة في نقابة الصيادلة، إذا صار في إقرار بالتحرك المفتوح، كل القطاعات رح تشارك بما فيها المستشفيات والصيدليات، ولكن نحن بنبقى بنتركين مجال للحالات الطارئة. ذكرت جمعيات المصارف بأنها تعلن قراراتها بطريقة رسمية وليس عبر تسريبات يتم تسويقها عبر بعض المواقع الإلكترونية التي تبحث عن السبق الصحفي قبل أن تتأكد من صحة الخبر، وبالتالي فإن الأخبار التي يتم تداولها عن قبول جمعيات المصارف فك الإضراب يوم الغد هي أخبار مغلوطة ولا أساس لها من الصحة، وهي مستمرة بإضرابها حتى إعلانها خلاف ذلك. المزيد من الأخبار ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. في تذكير اليوم، كلام لافت لمسؤول الإعلام والتواصل في القوات اللبنانية شارل جابور عبر موقع سبوت شوت حول علاقة التيار الوطني الحر وحزب الله. حزب الله وصل لمرحلة اعتبر نفسه أنه هو نسي أنه هو اسمه أبو هادي، اعتقد أنه اسمه أبو باسل، وفكر وتوهم أنه الحج وفيق هو أبو يعرب، وبالتالي قال لك أنه أنا هلأ صار فيه قول لفلان بتكون رئيس وفلان ما بتكون رئيس. قال له رئيس عون بلسان نائب جبران باسيل، لو حدا يتوهم أنه نائب باسيل، رئيس عون بلسان نائب باسيل، هي أنت أبو هادي، أنت منك أبو باسل، والحج وفيق هو حج وفيق منه أبو يعرب، وبالتالي يا نحن وياك بشراكة، أنا بغطي لك سلاحك، وغطلوي ست سنين يعني ما بخبرك وين وصل البلد، يا ويا ومنكفي بهذه المعادلة سلاح سلطة أو لا، يعني في مشكلة بهذا المكان. هو لأنه ليه راح بهذا المحل؟ راح على هذا المحل لأنه اعتبر أنه هو قادر انه يقول له زيح هلا مش وقتك، انه ظروفك ما بتسمح، ما قدر زيحه.
والآن إلى أسرار اليوم. لوحظ إحجام الرئيس نجيب ميقاتي عن دعوة حكومة تصريف الأعمال للاجتماع حول موضوع الدولار والمصارف بعد ما كان يدعوها لأسباب أقل أهمية. رفضت أوساط دبلوماسية التعليق على الكلام الأخير للسيد حسن نصر الله حول الحرب واكتفت بالقول لم نفهم السبب. لا تزال المعطيات متضاربة حول اجتماع باريس الخماسي بين من يصر على أنه كان بناء ومن يعتبر أنه فشل. وبهذا نصل إلى ختام هذه النشرة. للمزيد تابعونا عبر الموقع otv.com.lb وعبر مواقع التواصل يوتيوب، تويتر، فيسبوك، إنستغرام وتيك توك. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.